بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معاكم محمد حسن محمد، مسؤول قسم التعليم بالمتحف وأمين متحف ملوي. بالنسبة للمصحف، هو من القطع النادرة جوه متحف ملوي، لأن هو قطعة مكتوبة مخطوط مكتوب بخط الإيد، يرجع للدولة العثمانية، يعني عمره بيعدي حوالي أكثر من 700 سنة أو أكثر. المصحف ده مكتوب بخط الإيد بمداد اللون الأبيض والأسود والأحمر، سوري آسف، الأسود والأحمر. مصحف منقوط، غير منقوط، مش متلقط. نظرته واهميته ان هو مصحف مش متلقط، هو مصحف مكتوب بخط الايد. لان في بدايه الدوله الاسلاميه طبعا والمسلمين برعوا في اللغه العربيه، فبالتالي كان عندهم البراعه والقدره ان هم يقروا اي كتابات او الايات القرانيه بدون ما تكون موجود، زي مثلا حرف العين وحرف الغين وحرفين متشابهين، لكن بالعكس هم كانوا بيقروا حلو خالص، زي حرف الظاء وحرف الطاء، برضه ما كانش في مشكله خالص في الحاجات دي. لكن للاسف مع تداخل المسلمين مع الشعوب الثانيه بعد كده بدات اللغه تختلف، بدا الناس تقرا المصحف بشكل مختلف، فبالتالي المسلمين فزعوا وقتها وقالوا لا، لازم يكون المصحف منقوط، بدا ينقطوا ويشكلوا المصحف عشان الشعوب الثانيه خصوصا العجم، ويبدا يكتبوا ويشكلوا المصحف عشان الناس تعرف تقرا كويس. المصحف زيه زي باقي الحاجات الثانيه، المصحف الاسلاميه اللي موجوده حاليا دلوقتي خاصه بالتجديد، واحنا اخذنا فن التجديد ده من الفتره القبطيه، يعني في الفتره القبطيه والمسيحيه اهتموا جدا بتجديد الكتب المقدسه، فاحنا اخذنا الفن ده من عندهم وبدانا نعتني بالمصحف وبدانا نجدده بشكل كويس. الحاجه الثانيه والمهمه خالص في المصحف اللي عندنا، مصحف مرمم، قعد ترميم الفتره اللي فاتت من فريق المرممين هنا من المتحف المعنوي، لان المصحف بقى كان بدا يتفك شويه، فبالتالي بدا نرممه ونعيده بشكل كويس زي ما انتم حضرتكم شايفين دلوقتي. المصحف ده زي ما انتم حضرتكم من العصر العثماني اكثر من 700 سنه تقريبا، الاصفر الاحمر. المصحف طبعا بيرجع خصوصيته للدوله الاسلاميه او المسلمين بشكل خاص. مش عندنا بس المصحف بس في الجبلين او خاصه بالقطع الاسلاميه الموجوده، عندنا اكثر من حاجه خاصه بالدوله الاسلاميه، عندنا شباك الجله، عندنا حاجه اسمها قنينه الطهور، عندنا الحوض بتاع الورد، عندنا اناء من النحاس عليه الزخارف الاسلاميه اللي تم من الفتح الاسلامي، تم الاندلس بداوا يستعيدوا او ياخدوا الزخارف الموجوده في فتح الاندلس والجمال اللي كانت موجوده في الاندلس ينفذوها على القطع الاثريه اللي كانت موجوده عندهم. دي كلها حاجات حلوه خالص موجوده في العصر الاسلامي، ويعتبر اغلب الحاجات الموجوده في فتره الاسلام دي كلها اضافت حديثا للمتحف بعد اعاده افتتاحه مره ثانيه.